كل الادعاءات السلبيه هي ادعاءات كاذبه وباطله، والهدف منها ليس لا منطقه امنه ولا تطهير المنطقه من منظمه ارهابيه حسب ما تدعي، بقدر ما الهدف منه هو عمليه احتلال وفرض جغرافيا جديده الى الاراضي التركيه. اذا كانت تركيا تسعى الى اعاده اللاجئين، يجب ان تعيدهم الى اماكنهم الحقيقيه، الى حمص، الى درعا، الى حما، الى اللاذقيه، الى دمشق. ولا يجب ان لا نقيس الامور هكذا، نعالج الخطا بالخطا. بهذه التصرفات تركيا تخلق فتنه بين ابناء الشعب الكردي نفسه، يعني نحن امام فتنه تاريخيه الان. قضيه التغيير الديموغرافي وان تركيا هي دوله احتلال وأن ادعاءات تركيا كاذبة، هذا كلام غير صحيح وغير واقعي. تركيا ليست دولة احتلال، وبالنسبة للتغيير الديموغرافي الذي قام بالتغيير الديموغرافي هي هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعتبرها تركيا أنها إرهابية. نعم تريد منطقة آمنة، المادة 51 وفق الأمم المتحدة تقول بأن إذا ما فقدت السيطرة على الحدود قصد، هل هي دولة؟ من هي قصد؟ يعني أنا أريد أن أفهم، هل هي قصد دولة في الأمم المتحدة لكي ترضى تركيا بوجود قصد على حدودها؟